كاليتي وعلى الجروب فولكسفاجن قدمت برشا كراهب العوام الاخرى دي كومباكت دي اس يو في زيدا. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. كما فهمتوا دونك باش نجربوا اليوم ان اس يو في بعد لي كاميك كودياك باش نكتشفوا مع بعضنا سو تو نوفو كاروك. ومانيش وحدي, تابعونا للاخر. عندي اون انفيتي دو مارك, ممثله انيماتريس تي في, انفلونسوس دو مود زيدا. اما مانيش باش نحكيو مود معاها, باش نحكيو اليوم كراهب, باش نحكيو على سو كاروك وسكودا بصفه عامه. Ce tout nouveau SUV en Skoda, le marque tchèque, qui m'a dit qu'il y a une large gamme de SUV, le Kamiq, le Kodiaq, ou l'Ium. Donc, ce Karoq a une plateforme dans le groupe Volkswagen, parfois Maroufa, plateforme MQB, mais aussi dans le modèle. الكل تخريب نتاع الماركه هذه, الموديلات اللي عندهم الكبرى هذا سواء دي كومباكت ولا دي اس يو في, دي بتيت برلين زادا في الاي اس يو في, عندنا السياتا تيكا ولا الفولكسفاجن تيغوان. الكاروك دونك بيشينا في السم, وكي نشوفوه هكا نعرفوه اللي تابع نفس العائله تقريب لو ميم بروفيل, خاصه من التالي البارتي هذه التكسيره اللي ماشيه على الجنب الكهرباء نلقاوها على التيغوان وعلى تيكا. اما هوني عندنا ليني زادا صوبر دي ليني توندو كيما تعرف تخدمهم سكودا. اما ينافس زاده برشا كراهب اخرين في السيجمون هذا, بيجو 3008 نوفو, فورد كوغا, كيا سبورتاج, نيسان كاشكاي, من الاكبر سيجمون اللي موجود في السوق. مش ساهل دونك باش الكهرباء هذه تلقى بلاصتها باش تفرض وجودها ما بين الموديلات هذم الكل. اما الكاروك عنده مميزاته, ان ديزاين صوبر, اون فالور سور كيما تعرف تخدمهم سكودا, برشا فذا في وسطها, اي لو فامو موتور 1.4 تي اف اس اي اللي عنده 150 زيله. اما نرجعوا للديزاين. الشكل البراني سي دو سكودا, اون فورمول غانيونت بالكالندر هذي لافوي سور دو نيفو اللي وراو موجودين توا سور لي اس يو في الكل دي فو اليد. دايوغ ساعات صعيب باش نفرقوا ما بين الكودياك والكاروك. الكابو موتور عندنا لو بومباج كي العاده يوفى على اللوغو. لي جونت 18 بوص على مودرنا, دي جونت بيكولور مخدومين بدقه كي نشوفوا غامقين من الداخل وفاتحين من برا. عندنا لي باغ دو توا اون الومنيوم هوني من التالي. لازوي ماشيين برشا على جنب الكهرباء افيك لو ديكور فاسون كريستال في وسطهم, اكليراج اليد زاده. عندنا هوني ما نلقاوش اللوغو كي العاده عند سكودا, مكتوب اسم الكهرباء. ان ديزاين دونك صوبر ايليغون في نفس الوقت, خاصه اليوم في لون كهربتنا مزيان مزيان. خرجنا دوك توا من البورد ترادس وماشيين للغابه وين باش نكملوا نكتشفوا الكهرباء هذه من الداخل, سياقتها زاده اي سورتو خاصه نخلطوا على نوتر انفيتي دو جور. الوغ البوان فور الثاني هو الفذا في كهربتنا اي لو كوتي براتيك نتاع الكاروك. كيما تعرف تخدموا سكودا مثلا هوني عندنا الكومبارتيمون هذا للتليفون, بورت غوبلي للفتح نتاع الكهرباء زاده, ولا البياسات الكوارت كيما تشوفوا تري تري براتيك. سي لو سيمبلي كليفر نتاع سكودا. اون غروند بواط ا غون هوني دونك في لاكودوار دي رانجمون, ان اكودوار كوليسون عندنا زاده في البلانش دو بور. الكومبارتيمون هذا يرفع برشا غرق. Le coffre ZED avec des accroches, les LCCAN, une prise 230 volts. Atam le rabattage m'ta le banquette CLISR, va ou rahab, une fermeture électrique ZED, t'a la haillon et une ouverture main libre. كي
العادة سكودا وفرت الموديل آخر تكنولوجيا وبرشا اوبسيونات في الفيرسيون ستيل اللي نجربوا فيها توا. شدوا رواحكم، إكران كبير 8 بوست تكتيل مع كوموند فوكال أندرويد أوتو وأبل كار بلاي زادا في وسطو، عندنا كونتور ديجيتال قدام السيرك، الديماراج سون كلي، لا كلي انتيليجونت زادا لوفرتور والفيرمتور متاع البيبان، لي رادار دو ستاسيونمون أفون إي أريير، كاميرا دو ركول زادا في وسط الإكران، لادو ديماراج أون كوت، لو فران إلكتريك، une boîte automatique ZA les versions Ulcol le Metal Karok. Siège à réglage électrique, réglage lombaire ZA les jantes 18 pouces Braga qui m'a chauffé Tourbilla. On a les fameux projecteurs full LED, l'ABS, l'ESP, 7 airbags, un détecteur de pluie, un allumage automatique des phares ZA et les rétro-rabattables électriquement. Mais on pense à Hata Option ZA LED. Il y a une sellerie cuir à la moderne Allium et le toit panoramique ouvre. قدام السير دوك حكيت لكم على سو كونتور ديجيتال مزيان نجمو نختارو بليزيور تيب دافيشاج بالفلسه هذي وسكودا وفرتو زادا بالفونكسيون مينيماليست كيما البلاك بانيل عند الماركه السويدية ساب نلقاو تري بو دانفورماسيون جوست لو مينيموم باش السير يبدا ديما مركز على الكيس تحت منو عندنا سو فولون مزيان ياسر اكثر حاجه عجبتني في الداخليني هو دونك لو فولون هذا عنده زاد الفلس محليهم اون الومنيوم بروسي لي مولات هذم تري اغريابل توشي ذا في الكوفر دونك من الاكبر كوفر في الكاتيجوري هذي وزاد لو روكي بتيلينين بزيد ذا اي دي زيليمون براتيك كيما لي تابلت فاسون افياسيون ان اكودوار سنترال دي زايراتور دير اي ميم دي بريز يو اس بي Définition fitoune sur Hajanedra Z dans la catégorie Evi de motorisation Warda Essence ou l'autre diesel. Il y a beaucoup de kilomètres et il est surco bacha donc. Benesba les finitions en a l'ambition ou le style. Il est surco fait à Tawa. Ils usent en boîte auto DSG, la toute nouvelle boîte auto Z dans le dessin Terra Mactobali Skoda, un dessin épuré. La version Essence en a donc le 1 litre 4 Zay la TFSI, moteur Behi Kimatarfu. معاش نقدمو جربناه تقريبا على الموديلات الكل متاع الجروب فولكسفاجن لودي A4 لودي A5 سيات تاراكو سيات ATK زادا وبرشا كراب اخرين منهم دوك سو سكودا كاروك سي اون ريفيرونس في الجروب فولكسفاجن للديزل سي ان 2 لتر تي دي اي عنده تقريبا نفس القوه 143 زيلا بلوس دو كوبل بالطبيعه الخاصيه الكبيره نتاعو يستهلك اقل كان 4 لترات ونص ل 100 كيلومتر Alors, ben, n'est-ce pas le son, moi, il y a de 1019 millions ou 980 dinars. نكملوا حلقتنا دونك توا مع ضيفتنا كيما قلت لكم انفلونسوس دو مود بريزونتاتريس تيلي هي اكتريس بدات الكاريير نتاعها في ولاد مفيدة غالي عرفتوها لا تالونتيوز مروه عقلبي معنا اليوم حسلي مصادري سلام مرحبا بك في اوتو برو ميرسي بوكو ميرسي على الانفيتاسيون فرحانه برشا اللي انا معاك سي ان بليزير دو تريسيفوار بور نو اوسي يعيشك بارك الله عليك فريمون اون فام اكتيف Beaucoup de cordes à ton arc. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle casquette. Je me trouve puisque vous êtes ambassadrice de la marque Skoda. Oui, c'est une chose nouvelle. Donc, le crâne, Farhana. Je suis très heureuse d'être l'ambassadrice de la marque Skoda. Parce que j'ai choisi. Et ils m'ont choisi. Parce que j'ai aimé le crâne. J'ai aimé les options qui sont dans le crâne. J'ai aimé surtout le design. Et après, tellement j'ai choisi le crâne. La marque m'a choisi. Je suis l'ambassadrice. Donc, frach doublement. Bien sûr, c'est un bon choix, je pense, avec ton côté glamour à la mode. اللي حبيت نقوله اللي جينا غالمون في خدمتنا لي مارك هما اللي يختاروك
مع سكودا كونتريرمون انا اخترتها لا مارك دونك ياسر فرحت بالبارتناريا مع لا مارك سكودا والاكسبيريونس شيخه بها مازلت الحقيقه توا عندي قد 3 mois ولا 2 mois et demi ومازلت جو ديكوفر في لي اوبسيون كل مره نعرف حاجه جديده ميم سي راهو كوميرسيال وقت اللي مشيت وشفت الكرباين ما تري بيان بريزونتي لا فواتور اما مش كيما انت تسوق في الكياس وهكا تو ديكوفر حاجه جديده تفرح بها على الاخر خاطر تعرف اللي انت باش تنجم تجربها وحدك مره اخرى من غير ما يعاونك حتى حد شفتو احنا نسي مانيش ياسر كرهه بعتينا كرهبه مزيانه وكرهبتي ياسر مزيانه كرهبه فيها دي زوبسيون كرهبتي فيها لي زوبسيون الكل وشورتو زاد الموتور نتاعها معناتها بويسانت 110 شوفو انت سقتها قبلي وانت تعرفها بالكدا دونك voilà ouais, c'est une très belle voiture elle est très bien optionnée qui m'a offert Skoda j'ai beaucoup de monifi tout nous sentir puis donc le showroom on t'a parlé pour le showroom je suis le crab عجبتني راهي الكاروكا ان شاء الله العوام الجايه كرهبتي جايه ان شاء الله فواتير الكاروكا ان شاء الله ان شاء الله حتى نشبع من الكاميك مازلت ما شبعتش انا منه Justement, qui n'a choisi Al Karoq, mais d'abord, nous croyons sur ce nouveau modèle Skoda. Ah, et Al Karoq. الحقيقة أول ما دخلت شاوروم حلق الويد دار النقل دونك عجبني الموديل هذايا ياسر عجبتني مي بون البيجي ما خلطش ما سالش يعني قلت لك كرهبتي جاي فيا ما سالش إن شاء الله على عوام الجايين كان ما خرجوش موديل أزين خاطر هذا ياسر مزيان دونك ناخذ الكاروك ومن غير ما نخمم زادة سواء كان لي بال افيك لي جونت نتاعها بوس لي جونت جينيرالمون مزيانين برشا عند سكودا كيما لاحظت كيما أي وما يشبوش لبعضهم الحاجة الباهية اللي هما ما يشبوش لبعضهم عجبتني على خاطر اول حاجه اس يو في دونك كبير سباسيو من داخل فيه فازة نتاع المال اللي من تالي يتحل ويتسكر خاطر احنا نسيه ديما يدينا معبيه سورتو انا ديما نقضي قضيه الكل نلمها مع بعضهم دونك تك يتحل تك يتسكر والتوا بانوراميك اوفرون زاده فيها برشا حاجات فيها برشا اوبسيونات كي كرهتك ان بو بلوس دوبسيون موتور زاده اقوى اون لو 1 لتر 4 تي اف اس 150 شفو دايوغ جو تانفيت توا باش تجربها وباش تعطينا رايك على الموتور ومداخلين صدري الافونتاج كي تبدا كرهبتك عاليه الحفر ما تحسهمش اكزاكتومون فوالا دوك تفهم مليح في الكراب لازمني نفهم تعرف علاش لازمني نفهم الحفر خاطر بارك الله عليك يا سيدنا دونك الحاجه اللي نفهم فيها هي الحفر تسالني على الحفر حافظتهم الكل بس لازمك تحفظهم سينو تنجم معناها تهلك العجل نتاعك لي سسبونسيون دونك يفو فريمون كونيتر لي زوندروا هكا الحلبين qui est cette route très c'est l'avantage des SUV qui crée la ligne la garde de sol à qui m'a tawa la hast man les barres chafour quand je dis une fois la voiture elle passe très bien ou menesh man hassouch fihom anta el hafour rahna انت تحس فيهم c'est le travail des suspensions de Skoda ou là les alchimiques la hast zeda un certain confort fait les suspensions on a zeda quand là une très bonne insonorisation on se mange barres chahas on se mange les suspensions à travers le moteur c'est vrai moteur elle est un peu bruyant On a un lit 4 qui est puissant et pas très bruyant. Là, je m'en bats même le choix à l'Alcaïs, mais je peux refaire cette motorisation. Ben, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas Non, dans la limite du raisonnement. Je vois qu'on a fait ça dans le pays, mais on a un paysage. Mais c'est bien. مروه خرجنا من الغابه تاع اوني سور اون روت على كياس طويل ماذا بيا فريمون تنزل شويه كيما قلنا مش ياسر باش نشوف لا بيسونس نتاع الموتور هذا وتعطينا اي كونفورتابل الحقيقه الكونفيت ياسر محلاها الفولون زاد نوفيل جينيراسيون ياسر
تحس روحك تسوق في كهربا سبور ouais انا سي مون كود كور سو فولان كيما قلت سي لا نوفيل جينيراسيون دي فولان سكودا باش يبدا موجود sur l'ensemble de la gamme, hâte à la nouvelle Fabia, la petite, les grosses voitures, vous avez qui est superbe. Mm-hmm. C'est le premier modèle à l'avoir, et à ce Karoq, un volant deux branches, très très classe, très mm-hmm. futuriste. Ou la première chose, c'est l'écran, on est déjà connecté sur le téléphone, donc tu as l'interface, tu as le téléphone qui colle à l'écran, les applications qui collent. نجم تجاوب على ميساج من تسوق من غير بيان سور ما تشد التليفون في يدك تنجم تسمع الموسيقى تسمع الموسيقى او سونوريزاسيون ياسر محلاها سورتو شنو لو جي بي اس اي كيفاش نسيت انا جي بي اس اهم حاجه معناتها سورتو انا لي رونديفو نتاعي مع ساعات نخدم مع عبيد ما نعرفهمش دونك يلزمني نمشي لهم البيرو نتاعهم وما نعرفش لادريس دونك تك 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 تحط لادريس يهزك جرك من غير ما تشد التليفون شغل في يدك دونك سيكوريتي نتاعك اهم حاجه احلاها محلاها الكهرباء الحقيقه معناتها التوا زاد تحسها لومينوز من داخل ماهيش ظلمه كوني عندنا 1 لتر 4 ما نموش لو 1 لتر 6 نتاع كهربتك عقل في سيلندريا مع اقوى زائد 40 زيله 150 شيفو عندنا والكهرباء أرزن شوية من كهربتك أما نورمالمون تحس بوكو بلوس دو بويسونس صحيح أنا نستدعاهم باش يجربوها بيان سور ينجموا يمشيوا للشوروم حلق الويد فوالا دونك سكودا في حلق الويد وفي دار النقل وإلا زاد ينجموا يمشيوا لصفاقس لو ريبريزونتون تلقاو غادي كالاجونس أوفيسيال سكودا جي اس ا في غرملة وإلا زاد في غرومبيليا ينجموا زاد يمشيوا يلقاو لي موديل الكل ونجموا يعملوا عن تيست درايف ويجربوها ويقولوا لنا رايهم اكزاكتومون ينجموا يبعثوا لك يبعثوا لنا ديما يبعثوا لي ينجموا يجربوا الكهرباء هذه ينجموا زاد يجربوا تا فواتور لا كاميك بيسكو لونسومبل دو لا جام سكودا ايتا ليسي كيما قلت لك ينجموا يجربوا اي موديل يعجبهم دونك لي موديل الكل ديسبونيبل على ليسي حاجه مهمه برشا دو بروبوزي دي تيست درايف خاطر كي تحط برشا فلوس في كهرباء يفو ميو قبل جربا تعرف كيس كان هو بالضبط مي سي با تو لي كونستركتور تو لي ريبريزونتون كي بروبوز سا في تونس دونك اه سي فري نو با دوش هذيك علاش انا اخترت سكودا اخترت هكا دونك نكملوا افيك ان بتي كويز جوستومون باش نعرفوا دي بريفيرونس اوتوموبيل الوغ بلوتو اسونس ولا ديزل اسونس علاش خاطر ما نسوقش برشا ما نمشيش سي با دي غون ديستونس ما تسحق ديزل بوات اوتو ولا مانيوال اوتو قبل الكهرباء اللي كنت عندك اوتو ولا اوتو ديما اوتو اي قبلها اوتو وقبلها مانيوال اما جو بريفير لوتو لا حاجه سورتو في تونس في السيركولاسيون اوتو روت ولا كي سي روت دو مونتاني اوتو روت اوتو روت تحط موسيقى فون تسمع هكا مازلت شدة صحيحة اللي إن شاء الله يا ربي بعد ما نعرفش 5 سنين 3 سنين ناخذ كاوك نبلع شوية فلوس إن شاء الله إن شاء الله مروة ميرسي بوكو شرفنا بحضورك في أوتوكو عايشك صدري ميرسي فضلك أنت ميرسي على ميتاسيون فرحت ياسر اللي أنا معاك اليوم في الميسيون وكما أنت قبيلة قلت حاجة جديدة عليا الكراهب هاني قاعدة نتعلم كي نستحق حاجة نكلمك وأنا كي نستحق حاجة تجي تقدم معايا الميسيون بفضلك